النهارده هنعمل وصفتين للفول. الفول الاخضر خلاص، اول وصفه عندنا المقادير: فول اخضر مسلوق وشبت ورز وبصلايه وفلفل، كمون، نص معلقه ثوم على بصل بودر، ونص معلقه بابريكا. طبعا المعيار بالمعلقه الصغيره. الرز طبعا مفروض مغسول ومنقوع، والفول الاخضر قلنا مسلوق زي ما قلنا. دلوقتي نشوف الطريقه. دلوقتي البصلايه اهي بتتحمر، فاحنا هننزل عليها بالفول خلاص. وبعد كده هنقوم حاطين الشبت. الرز اللي احنا غسلينه ونقعينه، الميه حسب مقدار الرز. بعد كده هقلبها كويس كلها خلاص، هقلبها كده. هنحط بقى ايه البهارات كلها على بعض اهو، كله على بعضه. هنقلبها كويس ونسيبها تستوي خلاص. لما تستوي هرجع لكم تاني اقولها. الوصفة الاولى هي يا جماعة خلاص. الوصفة اللي معانا الوصفة التانية عندنا فول اخضر مسلوق وعصير طماطم، بصل، توم عليه كزبرة ناشفة، نص يعني نص او ربع كوباية زيت او سمنة حسب ما بتحبوا. عندنا هنا انا المعيار بالمعلقة الصغيرة، نص معلقة ملح ونص معلقة سكر، وعندي مستكة، بابريكا، حبهان وكمون. الحبهان والكمون والبابريكا ربع معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي اللي بحط بيها السكر خلاص. معلومة بس معلش، المستكة بنحطها في الزيت، يعني انا احط الزيت على النار في الحلة واحط فوقيه المستكة، هتقوم تسيح. بعد كده هحمر البصل. المستكة اهي حطيناها في الزيت، ثواني وهلاقيها دابت. اهي دابت اهي، شايفين بدأت تجوب اهي. بعد كده هنقوم حاطين البصل يتحمر وارجع لك تاني. البصلة اهي اتحمرت، نحط عليها بقى ايه البهارات دي كلها بالملح كله، نقلبه ثواني كده اهو خلاص. ريحتها حلوة جدا البهارات على فكرة. بعد كده هسيبها بقى الطماطم تتسبك، وبعدين لما تتسبك نحط الفول مع بعض. اهي اتسبكت، هنحط عليها الفول. هي بتتسبك اهي خلاص. هغطيه حوالي يعني 5 دقايق كده، بعدين اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. انا حمرت الثوم مع الكزبرة اهو، اهو ده الثوم مع الكزبرة، وهقلبها بقى على الفول وهغرفه بقى الوقت، يعني زي الملوخية كده. حمرت الثوم والكزبرة وقمت ايه حطها عليه الكزبرة الناشفة. وصفة الفول التانية اهي جميلة جدا، جربوها. هي بتتقدم مع الرز الابيض. وبالهنا والشفا.